بالزبط. لا تعالى بقى انا عايز اتعرف عليك شويه تمام عندك كام سنه الاول 10 10 سنين مم. سنه كام رابعه سنه رابعه شاطر بقى ولا مش شاطر 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 جامد يعني شاطر بس كده كده ماما بتتفرج علينا دلوقتي فلما هطلع اسالها واتاكد بس شاطر انت شكلك شاطر شكلك شاطر وذكي اه بتلعب ايه بقى آه صباحة سباحه وخماسي حديث خماسي حديث انا عارف ان انت لسه متكرم الدرع الحلو دوت بتاعك دلوقتي لسه أوه. متكرم من اتحاد الخماسي الحديث صح اه بطل جامد برضو تلعب رياضة من إمتى؟ الخماسي بقالي سنتين وشوية والسباحة بقالي ستة ست سنين ست سنين من زمان قوي أنت بتلعب من زمان وشاطر يعني بتسبق كتير يعني النهاردة وأنا داخل على واحنا ال... داخلين على الهوا قلت لي أنا عايز أقول حاجة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقلت لك أول ما أخش هسيبك تتكلم براحتك وقعدتك يعني انا لسه ما اعرفش انت عايز ايه بصراحه بس قول اللي انت عايزه هو الصراحه ما عايز اشكر سيادة الرئيس اه... على ان هو قال لنا ان هو هيج... هي... هيعمل هيخلي المجتمع هي... يبقى مندمج معانا صح قال يبقى المن... المن... المجتمع هو اللي مندمج معاكم مش انتوا اللي تندمجوا في المجتمع أوه. صح أوه. طبعا طبعا اه يعني ده, ده احنا اللي يعني ده انت البطل احنا نيجي نتلزق فيك شويتين تلاتة ونفسك في ايه تاني؟ كنت عايز تقول لي حاجه تانيه و... ك... آه... وكان نفسي اطلع أو... كان نفسي احضر كل الاحتفالات بتاعه آه... الجيش والشرطه آه... ونفسي اروح الحربيه كل يوم اشتغل فيها اه استنى انت كده خليتني بقى اربط حاجه مم. انا قاعد مع ماما بره قبل ما نخش على الهوا قالت ان انت راجل وطني جدا من زمان بالظبط فانت عايز تخش على الحربيه على طول وتحضر كل الايفنتات والاحداث بتاعه الشرطه والجيش صح اه ماشي يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى موجود في كل مكان بس انت تشرف اي حته يعني تشرف بص الصور بتاعتك اي النهارده من الحدث امم كان بيصورك هي دي تقريبا ماما الله الله على اللبس الجميل مين جاب لك اللبس الجميل ده ماما تنجيش ايه القمر ده؟ دي ماما صح؟ اه صور مع ماما اه ماما بتحبك قوي وانا داخل دلوقتي لقيتها بتحبك قوي اه والدكتوره نبين الكباش طبعا جميله برضه ست عظيمه يعني ماشي انت عملت تصور اليوم كله صح؟ ماشي انت عملت تصور اليوم كله طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه صور صور حلوه صور حلوه